صباح الخير لكم مشاهدينا عبر قناة إحنا تي في بصباح جديد وبحلقة جديدة من برنامج صباح نشير. استوقفتني بعد عبارات في الصباح لما كنت هيك أتصفح هاتف النقال وبحب أقرأ لكم إياها وأحكيها على مسامعكم. عند الاكتئاب فإن النساء أكثر عرضة للإحساس بالذنب، وهي أيضا تنام كثيرا وتفرط في تناول الطعام. أنفك متصل بمركز دماغك، لهذا السبب يمكن أن تؤدي الروائح إلى استرجاع الذكريات. تريد أن تتذكر أحلامك، اشرب كوب ماء قبل النوم وكوب ماء بعد أن تستيقظ. إذا فقدت التركيز لمدة 10 ثواني فسوف يستغرق الأمر 23 دقيقة للعودة بنفس مستوى التركيز. الشخص الذي يكرهك دون سبب في الواقع هو يكره نفسه، لأنك انعكاس لما يرغب أن يكون عليه. تعمل درجة حرارة المشروب الذي نتناوله على تغيير آرائنا حول الأشخاص، فإذا كان المشروب دافئا فأنت تميل إلى الحصول على آراء حول الموقف، وإذا كان باردا فستتولد لديك أفكار سلبية. هذه هي المعلومات التي استوقفتني، والآن سأخذ رأي ضيفتنا بهذه المعلومات. طبعا إحنا راح نستضيف بهاي الحلقة المميزة أكيد ضيف مميز جدا. إحنا لوين؟ برنامج اجتماعي تربوي حظي بمقدمة مذهلة مثلته أجمل تمثيل، وكانت أولى تجاربها أمام عدسة الكاميرا وأيضا أولى إطلالاتها عبر شاشة إحنا تي في. منرحب بأريج عساف، المربية المعلمة ومقدمة البرامج. خبرينا أكثر عن فكرة البرنامج، تسميته وتجربتك الأولى في التقديم. صباح الخير لميا، وصباحك شير في البداية. يعني أنا سعيدة جدا إني أكون موجودة معك، ولأول مرة هيك بحس بشعور الضيف كيف بيكون مختلف تماما عن أنه عن جد نقدر إحنا نقدم البرنامج. يمكن لما إحنا نقدم البرنامج بنحس أنه إحنا مسيطرين في بعض المحلات وقادرين عن جد نفهم كيف ترتيب الحلقة بدها تكون، ولكن اليوم أنا قادرة أشوف الضيف كمان كيف بحس. فأنا في هذا الموقع اليوم موجودة معك، بس طبعا سعيدة جدا اني انا موجودة معك. احنا سعداء أكثر. اكيد شكرا لك لمي على هالاستضافة كمان. سألتيني عن فكرة البرنامج والتجربة الاولى لك في تقديم البرامج. نعم، البرنامج اسمه احنا لوين؟ يعني هذا السؤال اللي احنا كثير بنطرحه كمان اجتماعيا وحتى سياسيا حتى تربويا كثير مرات باماكننا المختلفة وبالطواقي المختلفة اللي احنا بنلبسها، ان كنا كأهل، ان كنا كمربيين، إن كنا بمجال عملنا المختلف. دائما بنسأل إحنا لوين رايحين، خصوصا كمجتمع عنده خاصية معينة. يعني إحنا مجتمع أقلي عايش في قلب دولة إسرائيل، كمجتمع عربي دائما عندنا هاي التخبطات، دائما عندنا هاي الأسئلة. ففكرة برنامج إحنا لوين أجت من هاي الحاجة، الحاجة لنطرح هاي القضايا، الحاجة لنحط هاي القضايا على الطاولة، نتناقش فيها، نحاول نوصل لبعض الحلول إن نجحنا. يعني أحيانا إحنا منحاول نعمل المستحيل إنه نقدر نوصل، ودائما أنا بختم الحلقة وبقول يا ربي نكون نجحنا فعلا إنه نوصل نعمل تغيير لو بسيط عند الشخص اللي قادر إنه يسمعنا في المواضيع المتداولة المختلفة اللي كانت موجودة في البرنامج. على فكرة أنا بفكر أريج إنه إحنا لوين هذا سؤال الإجابة صارت عند المشاهد اللي شاهد حلقاتك في البرنامج، وأكيد وصلته الفكرة. يا رب، أنا دائما بقول يعني بنتأمل أكيد. بدنا نحكي على أنت تطرقت للعديد من الموضوعات والقضايا في برنامج، كيف تم اختيارك لهي الموضوعات وليش تم اختيار هاي الموضوعات بالتحديد؟ حكينا انه الموضوعات اجت من حاجه، ففي كثير مواضيع اللي طرحت، يعني منها قضايا العنف، القضايا الحارقه اللي اليوم موجوده. يعني طب احنا وين من هاي القضايا؟ كيف بدنا ننجح انه نقدر عن جد نوصل للمحل الصح تنقدر نحل موضوع العنف؟ فهناك احنا استضفنا دكتور اللي شفنا البعد النفسي للشخص العنيف منين بيبدا. فبكل الحلقات والمواضيع اللي طرحت شفنا انه البيت
هو شيء أساسي اليوم. يعني صحيح في تأثير للبيئة، صحيح في تأثير للشارع، صحيح إنه أحياناً في تأثير للمجتمع، ولكن البيت هو الأساس. لهذا السبب إحنا حاولنا قديش ممكن إنه نطرح قضايانا التربوية المختلفة ونتوجه للأهل بالأساس. يعني معظم الحلقات كانت موجودة عن علاقتنا بأبنائنا، أهمية وجود الحوار داخل المنزل، العلاقة بين الزوجين وأهمية العلاقة بين الزوجين، لأنه كل ما كانت العلاقة إيجابية أكثر بين الزوجين، كل ما كانوا الأطفال شاهدين على وجود حوار جيد، علاقة طردية بالضبط بنجاعة معينة. فالطفل دائما بيراقب هذا الشيء، يعني مو إحنا المرآة لأطفالنا في النهاية، إحنا المرآة للناس اللي موجودين حوالينا في البيئة المصغرة تبعتنا. فكل ما كانت قدرتنا الحوارية أفضل، تعاملنا أفضل إحنا بنات بعض، كل ما كان هذا الطفل شاهد على هذا الشيء. فبالتالي لا يمكن أن يخرج عند طفل عنيف، إحنا نرجع لموضوع العنف اللي هي قضايانا الحارقة جدا، لا يمكن أن يخرج عند طفل عنيف من بيت فيه حوار، فيه تفهم، فيه تقبل. فهي واحدة من النقاط الأساسية المهمة اللي كانت. كتير حكينا عن قضايا التواصل ما بين الأهل والأبناء، كتير حكينا عن جيل المراهقة، تحدثنا كمان عن الأطفال اللي هني بوضعية خاصة مثل أطفال التوحد، مثل الناس اللي عندها صعوبات في السمع والنطق مثلا، اللي هي برضو فئات مهمشة نوعا ما، ولكن مهم أنه نرجع نحطها على الطاولة ونحكي عنها، نحاول ندمجهن بالمجتمع، لأنه باللحظة اللي أنا بقدر أتقبل فيها المختلف عني أنا بقدر أتقبل أي شيء آخر. ولكن باللحظة اللي أنا بدي أبقى مش شايف هذا الشيء المختلف هي اللحظة اللي أنا صعب أحكي عن تطور مجتمع فيها. فهنا في عدة قضايا واللي نحكى عنها واللي طرحت حتى في أكثر من حلقة. يعني كمان حكينا طبعا عن الطلاب الجامعيين، كمان حكينا عن البسيخومتري كمنظور اللي كتير طلاب بيشوفوه عائق، فإحنا حكينا عليه كتحدي مش كعائق. تحدثنا كمان عن موضوع التبني، هي واحدة من الحلقات اللي حكينا عنها أهمية التبني رغم الرفض الديني اللي ممكن يكون موجود في بعض الديانات لموضوع التبني، إلا أنه عم نشوف أنه في إقبال مجتمعي معين. وحتى أنه تحدثنا عن بدائل، يعني إذا إحنا ما بدنا نتبنى على الأقل في عنا ما يسمى بالعائلات الحاضنة، منجيب هذا الطفل عنا على البيت مدة زمنية معينة، ممكن نعاود نرجعه على الملجأ، ولكن على الأقل نحاول نساعد إحنا قديش ممكن هدول الأطفال يحسوا في الانتماء العائلي. وطبعا حكينا عن أهمية العائلة، يعني هي الأساس، وهي الأساس المجتمع اللي إحنا بنحكي عنه. فهذا كان توجه البرنامج، هاي المواضيع المختلفة اللي كانت مطروحة في البرنامج. ريج قديش أضاف لك هذا البرنامج عن جد؟ يعني أنا هيك عمالي أعمل عملية استرجاع لكيف أنت مريتي كل سيرورة البرنامج. نعم. وأنا متأكدة أنه أنت تعلمت الكثير. صحيح. أنتني نقطة واحدة هيك تعلمتيها وراسخة في ذهنك. طلعي من كل مختص، إحنا كنا نستضيف مختصين، يعني ما كانت الاستضافة تكون للأشخاص إلا أنه هني يكونوا في الاختصاص تبعهن تنقدر عن جد نأخذ منهن الشيء بالشكل الصحيح وبالشكل الصحيح ومن الناس المهنية زي ما لازم. لأنه واحدة من مشاكلنا المجتمعية إحنا بنعطي داننا للناس اللي بتحكي بالأفكار المسبقة وبتحكي بتجاربها، ولكن تجربتك ممكن تكون مختلفة عن تجربتي، وممكن إحنا نكون بنفس الوضعية، أنت تطلع في نتيجة مختلفة عن النتيجة تبعتي. ليه؟ لأنه أنت مختلفة عني أساساً. فكتير مهم أنه إحنا ما نضلنا نعطي دينينا للناس، إنما نأخذ الشيء من الناس المختصين صح. فكل مختص عن جد فعلياً، يعني كل مختص نجح أنه يعطينا شيء مختلف، يعني نجح أنه يعطيني شيء أنا كمان أني أقدر أستفيد منه حتى كمقدمة برامج، تهقدر أنه في كل حلقة أضيف لنفسي من ضيف وآخر بعض المعلومات الإضافية اللي أستخدمها فيما بعد في حلقات أخرى. فكتير في، يعني كتير في شو أقول عن كل ضيف وضيف. فأنا بدي أستغل الفرصة كمان لمياء أني أشكرهن، كل الضيوف اللي كانوا موجودين معانا، بدي أشكر كمان كل الكاستينج اللي كان موجود معانا، تحملونا أعطونا كتير، استفدت من كل شخص كان موجود معي في البرنامج مثل ما عم بستفيد منك إسا كمان لمياء، ومثل ما أنا سعيدة أكيد أنه موجودي معك. أريج عساف، أصعب الحلقات التي مررتها خلال برنامجك إيه. إحنا لوين؟ ما هي؟
شوفي، في واحدة من الحلقات اللي كان في عليها كتير تساؤلات وكتير نقد جدلية كانت، جدلية كانت هي موضوع المثلية الجنسية. إحنا مجتمع اللي نوعا ما في عنده صعوبة بعد في تقبل موضوع المثلية الجنسية، والنقاش نابع من المحل الديني وأيضا من المكان الاجتماعي. يعني المجتمعي قلائل جدا من أبناء مجتمعنا هن متقبلين نوعا ما لمفهوم المثلية الجنسية، فكان في نقد كتير كبير على هاي الحلقة، كان في هجوم جدا كبير بهاي الحلقة. بس بالنهاية كان بهمنا إنه إحنا نعطي مجال كمان للناس المختصين كمان مرة في هذا المجال إنهن يشرحوا لنا. طب إحنا بالمثلية الجنسية كتير عنا تساؤلات، بنرفضهن، مكروهين جدا، مش مقبولين علينا، البعد الديني كمان والديانات المختلفة أيضا ترفض تقبل المثلية الجنسية. طب تعالوا نشوف من منظور العلمي، من المنظور العلمي شو يعني مثلية الجنسية؟ شو يعني إنسان مختلف عني جنسياً؟ شو يعني إنسان اللي بيخلق في جسد ذكر ولكن هو يشعر إنه أنثى أو أنثى؟ بس بفكر أنا خريج، أنت خلال البرنامج يعني الشخص نفسه هو حكى تجربته الشخصية، يعني ما كان حدا اللي هو يعني بيحكي على الموضوع من ناحية علمية من ناحية بيولوجية. كان في معنى مختصة، كان في طبعاً طبعاً ممتاز. كان في معنى مختصة عن بعد اللي حاولت عن بعد عن بتذكر صح نعم. يمكن سكايب أخذتوها صحيح اللي حاولت إنها تشرح البعد العلمي أيضاً لهذا الموضوع. ما إحنا كانت عندنا تساؤلات، يعني شو اللي بيصير معهم بالضبط؟ هل هي كروموزومات معينة مختلفة عنا اللي ممكن تكون سبب اللي يعطيهن هذا الشعور الداخلي؟ هل هو بعد نفسي معين ممكن بطفولتهن أو شيء عشو اللي خلاهن يكونوا بهذا المحل؟ هل هو شغلة معينة في الدماغ أو في المخ مثلا اللي خلتهن يروحوا لهذا التوجه؟ فكانت الطروحات بهذا على هذا الأساس مبنية، إنه نفهم شو الشيء العلمي أو البيولوجي الفعلي اللي بيصير عندهن تيقدروا إنه يكونوا بهذا المحل. طبعا هنا كان على ما أذكر الإجابة كانت إنه يعني مش كتير الطب اليوم قادر يفهم عن جد البعد أو السبب، ولكن واضح إنه في شيء اللي هو داخلي عند هدول الأشخاص، ممكن يكون كمان نفسي وممكن يكون في سبب بيولوجي اللي بعده مش كتير واضح لإلهن اللي يكون هو السبب في هذا الشيء. فالعلم بعده عم ببحث بهذا الموضوع. ولكن هي قالت جملة، قالت الأكيد إنه اليوم العلم مش هالقد هني قتلين حالهن يقدروا يعرفوا السبب، لأنه المجتمعات الأخرى كمان أكثر متقبلة منا. فهني مش رح يجوا لمجتمعنا العربي يشوفوا ليش أنتم مش متقبلين المختلف. مجتمعاتنا مجتمعات أخرى هي متقبلة، فما بتشوف بالموضوع إشكالية مثل ما إحنا عم نشوف بالموضوع إشكالية. أذكر إنه هنا هاي واحدة من الحلقات اللي كانت، وهي المختصة اللي كانت موجودة معانا وقتها اللي حكت عن موضوع المثلي. أيضا تلقيتي اتصال أو خلينا نقول سكايب من الإمارات، حدثينا عن هذه التجربة. من الإمارات؟ من الإمارات. صحيح كانت صحيح. معنا ولاء، هاي هي الصورة. يعني ولاء هي امرأة عانت كثير مع طليقها مع زوجها. هي تحدثت عن قصتها وقالت إنه أنا في يوم من الأيام صحيت لقيت زوجي أخذ ولادي ونزل على فلسطين، وهي بالأساس كانت عايشين مع بعض كانوا في الإمارات وأبعدت عن أطفالها. وهي كانت واحدة من الناس اللي كتير السوشيال ميديا ساعدتها أن تضع قصتها على الطاولة وتعود لتتداول موضوع قصتها من جديد. اليوم أنا كيف قاعدة عم بشوف إنه متابعتها، طبعا أنا ما تركناش الموضوع، إن شاء الله هي رح تلتقي بأولادها قريبا. حلقتنا معاها كانت من الحلقات اللي ساعدتها كمان بشكل شخصي في إنها تأخذ انتشار أوسع، تتصل صورتها أوسع لفلسطين في الداخل وأيضا في الخارج. وبعد الحلقة القضاء في فلسطين يعني كمان سمعوا حلقتها، تفاعلوا جدا مع البرنامج مع قصتها، والحمد لله يعني بنتأمل إنه هي تنجح تلتقي بأولادها قريبا. حكينا على عمليا على تنوع بحلقاتك. نعم. على موضوعات مختلفة. مدى رضاك أريج وتخطيطاتك المستقبلية لبرامج أخرى؟ حكينا. يعني الرضا هو رضا جيد يعني الحمد لله، ولكن إحنا دائما نسعى إلى ما هو أفضل، نسعى لانتشار أكبر، نسعى إنه نقدر نوصل لبيوت أكثر، نسعى إنه نقدر نأثر على ناس أكثر، هذا أكيد. ولكن الرضا بشكل عام رضا جيد، يعني قدرنا في وقت قياسي جدا في عدد حلقات نسبيا قليل، يعني إحنا بنحكي على ما يقارب 28 حلقة، نوصل اسم البرنامج لمحل جيد ويكون في إله متابعة جيدة. هل ترغب أريج يعني مزاولة عمل كمقدمة برامج أيضا والظهور بقبعة أخرى ببرنامج آخر؟
احنا بنقول ان شاء الله، يعني الامكانيات دائما مفتوحه، ما بدنا نحط حالنا في 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 هاي الزوايا، يعني دائما بدنا نشوف كيف ممكن انه نجدد او نعطي. طبعا بحب، ولكن انا حاليا هيك عندي استراحه حاليه رح تكون مده 3 أشهر تقريبا، بدي اتفرغ فيها للبحث العلمي الجامعي، وهذا جانبي الاخر اللي انا كثير بحب اني اكون موجوده فيه. البرنامج اخذ مني وقت واخذ مني مجهود واخذ مني تحضير وطاقات اللي شوي بعدتني عن الجانب الاخر، فيمكن اجل وقت انه لسه نعطي للجوانب الاخرى اللي فينا وتنعود بطاقات اكبر. اكيد اكيد. لما ماذا تغير بأريج قبل احنا لوين؟ كانت أريج بشخصيه، بعد احنا لوين ماذا تغير بأريج؟ يعني هي اكثر اكتساب مهارات، هي اكثر اكتساب مهارات، هي اكثر تعرف على شخصيات جديده، هي اكثر تعرف على ناس اخرين، هي اكثر كمان اذا بدك بسميه انا اشباع نفسي كمان نوعا ما. تحسي الطاقات اللي موجوده عند الناس، قد هي فرحانه انه تسمعك، قد هي فرحانه انها تتابعك، هي المحبه اللي انت بتلمسيها اللي ما بتكون موجوده قبل، بتحسي بطاقاتها الايجابيه، بعطيكي طبعا هذا الاكتفاء الذاتي الرهيب والهدوء النفسي اللي بخليكي بطاقاتك كل الوقت، اللي تعطي أكثر وأكثر أكثر وأكثر. على فكرة كان عندك تميز اللمعان عندك، أنا بعتقد أريج كان بالافتتاحية والخاتمة، لأنه عن جد يعني الافتتاحية لما بتكون صح والخاتمة لما بتكون صح، عمليا اللي بالوسط أكيد راح يكون صح. نعم، ففعلا أنا بدي يعني أقدم لك الثناء والشكر على اللغة الحلوة اللي كانت، على الإطلالة الحلوة، على الكاريزما. شكرا. على الشخصية. شكراً. شكراً. عن جد على الكلمات المدروسة اللي محطوطة بمحلها الصح واللي منتقاة بطريقة هالقد حذرة وهالقد ذكية. نعم، شكرا لم. يعني أنا دائما بقول خير الكلام ما قل ودل، ففينا إحنا نحكي عن موضوع ساعة من الوقت وفينا نختصره بجملة واحدة تختصر الكثير يعني. صح. وهنا بتيجي يعني إمكانياتك أنت إنك تقدر توصل الشيء للمشاهد بالمختصر، وبنفس الوقت تقدر إنك توصل اللي بدك إياه. الكيف للكم. نعم. صح؟ نعم. كما نعلم يا أريج بأنك أيضا تكتبين قصص الأطفال، ولك في أدب الأطفال الكثير، تكتبين الرواية، وبحوزتك اليوم روايتك الأولى التي صدرت منذ عام أو عامين تقريبا بال 2019 تقريبا، وهي بعنوان أنا استثناء فاحذر. صحيح صحيح. بس لمياء قبل ما نبدأ، أنا أسفة إن بدأ أقطعك، يعني في بس قضية كنت أنا عن جد حابة إني أحكي عنها بما إنك سألتيني أيضا عن قضية الصعوبات. واحدة من الشغلات اللي إحنا بنواجهها كمقدمين برامج كمان هي نظرة المجتمع الخارجي عنك. دائما مقدم البرامج مطلوب منه إنه يكون شخص مثالي نوعا ما، بالضبط، شخص مراقب نوعا ما، شخص تحت الضوء، شخص لا يحق له أن يخطئ، شخص اللي دائما ينتقد والعين عليه موجودة كل الوقت. بس نقطة واحدة يعني أنا بحب أوضحها كمان إلي كمان للمشاهدين، يمكن أنت بتشاركيني في هذا الأمر، إنه لا يعني إحنا كمان بشر، إحنا أيضا نخطئ. يعني في النقد اللي أنا أحيانا كنت أستقبله من بعض الناس في بعض الحلقات أو بعض المواضيع، دائما هناك نقاش على موضوع الصحيح والخطأ، دائما هناك نقاش على موضوع الحقيقة. ما في حقيقة بالمطلق، ما في صحيح بالمطلق. يمكن الشيء الصحيح بالنسبة لإلك هو مش بالمطلق صحيح بالنسبة لإلي، ويمكن الخطأ بالنسبة لإلك هو مش بالمطلق خطأ بالنسبة لإلي. فدائما البحث عن الحقيقة والبحث عن موضوع الصحيح والخطأ. وكان بالحري إنه إحنا مجتمع معتقدي، يعني طبعاً. إحنا بنآمن كتير بالمعتقدات طبعاً. يعني وقناعاتنا هالقد عن جد طبعاً. مبنية زي ما قلتي بس على ستيروتايبز، على الأفكار المسبقة. وبشي محل إحنا جينا علشان نكسر هاي الأفكار المسبقة، فطبيعي لما أنت جاي بدك تكسري أفكار مسبقة تحسني شوي من بعض الرؤية للموضوع. بدناش نقول إنه إحنا مش مجتمع سيء بالمجمل العام، ولكن عندنا بعض الجوانب المظلمة اللي كان بهمنا انه احنا نضوي هاي الجوانب. يمكن ما يؤلم ايضا يا أريج انه نقدنا غير بناء. صحيح. يعني انا بحب النقد. نعم. بس ضفله بناء. نعم نعم. بدون بناء ما تنتقدني. نعم نعم. صح. واساس الموضوع المطروح كل الوقت في البرنامج كان كمان هي قضايا المراه. يعني احنا عندنا قضايا حارقه تخص المراه. انا حسب رايي المراه هي الاساس، هي اساس كل بيت. وبما انه احنا بشهر المراه كمان مهم كثير انه نحكي عن هذا الموضوع. اساس البرنامج كان ان اتوجه الى النساء، لانه شئنا ام ابينا المكان التربوي الصحيح في المنزل هو للمراه، كان وما زال. الرجل هو شريك، ولكن هو مش الاساس في الامور التربويه.
هو الأساس يمكن في الأمور الأخرى، ولكن عندما نتحدث عن التربية نحن نتحدث عن النساء، فكتير مهم إنه إحنا نرفع من قيمة المرأة، وهذا كان هدف أساسي موجود في البرنامج. يمكن البعض حسني إنه أنا متحيزة للنساء أكثر وكأنه أنا نسوية أكثر ورافضة للرجل. يعني الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعب الطيب الأعراق. إذا وهذا كان الأساس. الأم صح، الأم راح تعد يعني جيل كامل ونشأة كاملة على الإشي السليم والصحيح. صحيح. ومن هون إحنا بدنا نرجع أنا استثناء فحذر. أولا العنوان جدا جاذب. نعم. حدثينا يعني كيف تم اختيار العنوان ومن أين أتتك الفكرة بشكل عام لهذه الرواية؟ شوفي يعني أنا استثناء، أعتقد أنه كل مرأة هي فعلا استثنائية. استثناء. كل مرأة هي فعلا يحق لها أن تقول عن نفسها أنها استثنائية. إحنا بنعطي كتير لميا، بنعطي كتير منا، بنعطي كتير من طاقتنا، بنعطي كتير من نفسيتنا بشغلنا، بالذات الأم اللي هي بالأخير بالبيت. بترجع لما يسمى الأنثى، يعني جندريا هي أنثى اللي بتعطي أكثر من عاطفتها، تختلف كليا عن الرجل اللي هو أكثر عقلاني، أكثر بفكر بدماغه. فإحنا عن جد تستنزف طاقات عنا 100%. يعني رغم كل القوة التي تتحلى فيها المرأة إلا أنه في استنزاف زي ما أنت عم بتقولي. فبس أنا برجع على نفس القضية، القوة الموجودة عنا هي جدا كبيرة وهي فعلا استثنائية. فعشان هيك أنا سميت الرواية باسم أنا استثناء. وأنا استثناء لا أتحدث عن أريج، أنا أتحدث عن كل امرأة تقرأ العنوان. يعني الآن أنت عندما تقرأين العنوان أنا استثناء، أنت بتقولي لنفسك أنا استثناء. هو معروف يعني متى خرجت الرواية أو النص من يد الكاتب أصبحت ملكاً للقارئ. أصبحت ملكاً للقارئ. صحيح. يعني. صحيح. فمن هذا المنطلق ورؤيتي لاحتياج المرأة إنها تذكر نفسها دائماً إنه هي فعلاً استثنائية، عندها قدرات كامنة كتير كبيرة ولكن للأسف تستنزف، بذكرها في كل مرة إنه هي فعلاً استثنائية. يعني أنت الهدف الأسمى عندما نقشت حروف وكلمات وعبارات والرواية كاملة، هدفك المرأة بالأول والأخير وتعزيز مكانة المرأة ودائما التجديد على هذا الأمر. وعلى فكرة هذا هي أريج، يعني هون أنا بشوف حالي. فحتى البرنامج، برنامج إحنا لوين، لما إحنا بنحكي عن كل قضايانا التربوية أيضا إحنا بنحكي عن أهمية تعزيز مكانة المرأة. فكمان أنا ككاتبة وكمان أنا كمقدمة برامج مش منفصلة عن المجتمع. يعني الكاتب عندما يكتب، يكتب من حياته، يكتب من مجتمعه، يطرح قضايا مجتمعية معينة. والرواية انعكاس الرواية أو أي شيء يعني حتى صح. نتفوه به أو ننطق به هو انعكاس لما يجول بأذهاننا. 100%. هو انعكاس لمجتمعنا، انعكاس لقضايا إحنا منعيشها. فالرواية عندما كتبت طرحت عدة قضايا مجتمعية تخص المرأة. وفي برنامج إحنا لوين طرحنا عدة قضايا مجتمعية تخص المرأة. فإن كنت كمقدمة برنامج أو إن كنت ككاتبة ما بقدر أفصل حالي عن مجتمعي في النهاية. كم يفيدك بأنك أنت كاتبة وتدرسين أو تدرسين أيضا اللغة العربية، الآن تحضرين للدكتوراه مع كونك مقدمة للبرامج؟ يمكن باخذ الموضوع أو باجي بقول الشيء المشترك بيناتهم كلياتهم هي الذكاء اللغوي نوعا ما، وأيضا الذكاء العاطفي في التعامل مع الآخر. هنا في عندنا أكثر من شيء معين اللي ممكن يكون موجود بالشخصية يمكن اللي تساعده. القدرة اللغوية الجيدة نوعا ما الموجودة عندي أكيد ساعدتني كمان في تقديم البرامج، في صياغة الأسئلة ربما أيضا. كله يعني كله. صياغة الأسئلة عن جد بحاجة إلى تنوع، يعني صحيح. بحاجة إلى حذر، إلى حكمة، إلى عن جد هذا الذكاء الفائق من المقدم اللي هو بيجمع ما بين الذكاء المجتمعي أو الاجتماعي في الحوار، الثقافي أيضا بالإضافة إلى اللغة. يعني طبعا هن عاملين أساسيين. عشان هيك أنا أحيانا بقول لطلابي، وهون أنا أوجه الرسالة كمان، دائما بقول لهن المدرسة اللي المبني أساسها على مفهوم معلوماتي أن تقدم لك المعلومات. أنا دائما بقول لهن في عندي طلاب اللي بحسهن كتير اجتماعيين ولكن قدراتهن التعليمية جدا ضئيلة، فدائما أنا بقول لهن هدول الطلاب أنا ما بخاف عليهن لأنه القدرة على التعامل المجتمعي مع الآخر وقدرتك على أنك أنت تقدر تفسر نفسك وتفسر ذاتك وتوضح نفسك وتحاور الآخرين كافي أنها تقدر توصلك طبعا للنجاح الحياتي والنجاح المجتمعي بكتير مجالات لقدام، بغض النظر عن معلوماتك ومعرفتك المعلوماتية، لأنها هاي بتيجي بعدين. مش مشكلة أنه أنا يكون عندي معرفة معلوماتية، هي رح تيجي عاجلا أم آجلا بالمجال اللي أنا بحبه بقدر أبحر فيه أخذ معلومات. ولكن القضايا هاي أنه يكون عندي قدرة على الحوار، على الخطابي، على المحاورة،
هي جدا مهمة. هي قضية جدا مهمة. ختاما أريج، نحن في شهر أذار شهر المرأة، ماذا تقولين لكل النساء اللاتي يشاهدنك الآن عبر شاشة إحنا تي في؟ صحيح لمياء، يعني في 8 آذار، في 8 الشهر إحنا عنا يوم المرأة العالمي. وأنا أذكر مرة من المرات كتبت، وهاي هيك رسالة حابة أوجهها كمان عن طريق صباح نشير وعن طريقك لمياء، يعني كنت أقول لا تنتظري 8 آذار ليخلصك، لأنه يعني 8 آذار ليس بمخلص. حرري نفسك من نفسك أولا، حرري نفسك من مرآتك، من أحمر شفاهك، حرري نفسك من كعبك العالي وانطلقي. إحنا دائما ننتظر من الآخر حتى يحررنا، لا تنتظري من الرجل ليحررك، لأنه لما أنت تحصيل حاصل محرري نفسك ومعززي نفسك في ثقافتك، في معرفتك، في كبريائك، في معرفتك لقيمة ذاتك، أنت تلزمين الطرف الآخر أنه يشوفك. ما في حاجة أنه أنا أحاربك لحتى تشوفني. أنا مجرد قدرتي على أنه أنا أشوف حالي صح. إذا بتتذكر الجملة اللي حكيت لما تصفحت الصبح وقرأتها، الإنسان اللي بكرهك بدون سبب، ليش بكرهك؟ لأنه اللي فيك بده يشوفه في نفسه مش قادر عليه. بوافقك جدا، بوافقك جدا. فأنا حابة أختم شيء هيك من الرواية، وكمان من بدي أوجهها للنساء. يلا هيك بدي أخذ الشيء الأخير عشان ما نأخرك كمان. هكذا نحن النساء نحب من يوجعنا أكثر، من يؤجج لهيب القلب ويحرقه أكثر، من ينير وحشة العواطف المطفأة. لا أدري إن كان هذا ضعفاً منا أم قوة لا تخمد ولا تخمد لهب التجربة لنولد بعدها وننهض أكثر صلابة وقوة لنواجه أنفسنا أولاً، لا نواجه الآخر، نواجه أنفسنا أولاً. وبهيك أنا بدي أختم لمياء. أريج فيك صفة، فيك صفة بدي أحكي لك إياها، مرة قرأتها بعلم النفس. أنت رددتي اسمي كثير خلال الحوار، انتبهتي؟ صحيح، أنا مجبورة لأنك أنت ضيفتي، بس هذا إندل بدل قدي أنت عندي قيمة الاحترام للآخر. اقرأ عن الموضوع، مادة للتفكير. أنا جدا بتشكرك أريج، شكرا لك على الاستضافة. سعدت جدا بلقائك، وأنا سعيد جدا معك. ما عندي يعني مجال أني أسترسل معك أكثر، بحب أني أتابع معك أكثر. أكيد أن لقاء جاي رح نحكي فيه عن أدب الأطفال وعن القصص اللي كتبتيها في أدب الأطفال. إن شاء الله أكيد لنا حلقة إن شاء الله في المستقبل القريب. شكرا لمياء، شكرا شكرا جزيل، شكري لك. ننتقل إلى المطبخ. يلا. تحبين الطعام؟ كتير. يلا يا وجدي خبرنا اليوم شو محضر لنا. صباح الخير لمياء. اليوم رح نحضر لكم وصفة ليالي بيروت، اللي هي معروفة بتنعمل بأغلب المطاعم باردة. أنا اليوم بدي أعملها في التاتش تبعي، رح أعملها الطبقة الأولى مكوناتها من الحليب، كريمة سائلة، سكر، سميد، فانيل مع ماء الزهر. والطبقة الثانية مكونة من اللوتوس، بسكوت اللوتوس مطحون مع فستق الحلبي كمان مطحون مخلوط مع قطر. أول إشي منجهز أول طبقة على النار اللي هي عبارة حكينا عنها حليب مع كريمة وكل المكونات، منصبهن بالطبق التحضير، وبعدين منستنى عليهن شوي ومنزيد الطبقة الثانية المكونة من اللوتوس والفستق، رح نقدمها مع البوزة التركية. مننتقل لصديقتنا لمياء مع حكمة اليوم. شكرا لك وجدي، ومننتقل لحكمة اليوم. شكرا، شكرا لهجرانكم المفاجئ، شكرا لتجاهلكم، لترددكم، لقساوة قلوبكم وبطولاتكم والرجولة، شكرا لغيابكم الطويل، شكرا لرسائل وداعكم الخانقة ودلالاتها المضللة. على أي حال شكرا. هكذا هكذا يعبر المحب للمحب عن ملله، عن استيائه، وربما عن خيانته المبطنة برسالة نصية وينتهي الأمر. إن مقدار الحب يعادل مقدار الخذلان، فكلاهما عذاب وهلاك. والحب يا سادة، الحب يا سادة إن عاش في قلب واحد مات، وإن عاش في قلبين يبقى ويصمد إلى الأبد. ننتقل لزميلتنا الرياضية مدربة اللياقة البدنية نيفا.
صباح الخير للكل. صباح الفل والياسمين. طبعا انا لما بدي ابدا اليوم بدي اعطي التمرين اللي هو كل حدا في البيت بيقدر يقوم فيه. درجة الصعوبة بتاعته مش خفيفة ومش صعبة كتير، بتأمل إنه الكل يقدر يقوم فيها في البيت. بأي تمرين إحنا نقوم فيه أنا دايما بوجه لازم نعمل الإحماء اللي هو كتير جدا مهم. فإحنا بنرفع إيدينا لفوق، ممتاز، بننزل على اليمين 5 مرات وعلى الشمال لقدام، باخد بطني طبعا لجوا كمان 5 لورا، ممتاز. فك الايدين، باخد ايدي اليمين لورا، بطلع دايما على الكفي شوي، عم بشغل على احماء المفاصل. فانا باخد نفسي منيح كل الوقت ومن ورا لقدام. الشقة الثاني، قومي لم يساوي معك، ومن ورا لقدام. يا ريت عندنا الحوض بدناش ننساه كمان شوي. ما بنفعش نقوم من النوم طبعا بدون ما نعمل احماء، ممتاز. بنزل الظهر الايدين على الركب، بنزل شوي صغيري 3-4 مرات، الايدين اوسع لتحت، ممتاز. بروح على اليمين على النص على الشمال، حلو، ممتاز. شوي صغير الإجرين. قوم نبدأ التمرين الأول اللي أنا أقوم فيه. أنا بدي أخذ إجري اليمين ورا الشمال وأرفع إجري الثاني 5 مرات بكل شقة. اللي صعب عليها نعطي إسا بديل تقدر تعمل هذا التمرين. طبعا الشقة الثاني أنا بأخذ إجري الشمال وبرفع كمان نتفي. من كل تمرين نقوم فيه 30 ثانية وننتقل للتمرين اللي بعده، ممتاز. التمرين اللي بعده أنا عم بفوت بين كارديو وبين تمارين اللي هي لتنسيق الجسم عشان عندي النبض يعلى كل الوقت وما يهداش. كمان 30 ثانية، ممتاز ممتاز، حلو. بعمل سكوات من كل واحد 30 بذكر. شغلنا كل الوقت لما نعمل التمارين بالنفس، بناخد دايما نفس عميق بنفوته على كل الجسم وبنطلعه منيح من الجسم، ممتاز رائع. بخلص انا بدي انزل لتمارين الارض. التمرين الاول ده هقوم فيه ظهري لتحت، سوري انا اجبر ارفع راسي هون، باخد نفسي منيح، بفتح وبسكر، عم بشغل على منطقة الحوض عندي، منطقة الإفخاذ الجوانية، باخد نفسي منيح، ممتاز. 30 ثانية بذكر. اوكي التمرين اللي بعده ايدي لورا، باخد نفسي منيح نفس قوي، الركبتين على البطن وبطلع لفوق. بدي كفات ايدي يدقموا بالارض. اذا صعب ارفع الراس بخلي راسي تحت، وقديش بوصلوا ايدي لقدام بيكون رائع. بذكر كمان مرة اهم اشي بكل التمارين هو نفسنا. التمرين الاخير اللي احنا هنقوم فيه انا باخد ايدي اليمين على الركبة الشمال، برفع الركبة وباخدها ورا الركبة، ومن كل واحد 30 ما قدرتش بنزل ل15 و15، ممتاز. الشقة اللي بعدها بطلع شوي كمان نتفي. ايدينا ورا، بننهي دايما التمرين اصابع اجرين لقدام، بشد كفات الايدين لورا كفات اجري لقدام، باخد نفس منيح، ممتاز. بعدين برخي الجسم كله، بفوت الأكسجين على جسمي، بمسك الركبة وبطلع شوي شوي. كل هاي التمارين اللي احنا قمنا فيها هي عبارة عن جولة واحدة بخلصها، أنا برتاح من دقيقة لدقيقتين وبنتقل لهاي الجولة 5 مرات. لما أنا بعمل هيك تمرين تقريبا بده ياخد لي نص ساعة مش هقل،
تقريبا خمس جولات ست جولات، يعني تمرين رائع بنكون اشتغلنا على كل جسم تقريبا. يعطيكم العافية ونهاركم نشاط وحلا. احنا كمان بنقول لك يعطيك العافية. يعطيك كل العافية. ايه تعبتي؟ ايه لا شوي شوي متعودي. بالبيت بتعبوا. نيفا اول اشي بدي ارحب فيك، اقول لك صباح الخير، ومرحب ايضا بضيفتنا فاتن غنايم طه اللي هي بدنا نعرف عنها، هي لعبة جمباز سابقا، مدربة جمباز حاليا ومدرسة للغة الانجليزية. مرحب فيك وصباح الخير. صباح الخير لميا، وانا كمان ام وعندي لهجوان خالد ونور. اها الله يخلي لك اياهن يا رب. تسلم. نرجع لنيفا والتمارين اللي عملتها نيفا. نيفا ايضا مدرسة لغة عبرية اليس كذلك؟ صحيح. فاحنا هنا كلنا شلة معلمات. شلة معلمات. ورياضة ومش رياضة. فهات نحكي شغلة، وانت عم تتدربي اثار هيك فضولي سؤال، انت بتدربي للصبايا اللي عندك المتدربات عشان ننسق الجسم نهذبه نرتبه بمناطق معينة؟ صحيح. وفي ايضا نساء اللي هن بيعملوا رياضة عشان ينزلوا من وزنهن، مش عشان يرتبوه، هن هم من انه ينزل الوزن. صح. هل التمارين اللي بتعملها الصبية لتخسيس الوزن وفقدان الوزن هي نفس التمارين اللي بتعملها لتهذيب وترتيب وتنسيق الجسد؟ بشكل عام لميا اللي بصير عندي هيك لما بيجوا على الاستديوهات، اول شيء انا مفروض اسال كل صبيه بتوصل ايش هدفك انت من التمرين. فطبعا لما هي بتتوجه لي بتقولي نيفا انا بدي انزل من الوزن تاعي، فانا دغري يعني انا عندي بالاستديوهات لا يقل عن 10 12 نوع رياضه. فانا دغري بصوبها على المحل اللي فيه شيء اسمه كارديو. شو يعني كارديو؟ لانك انت شخصتيها. شخصتها. يعني انا شايفه انه عليها وزن زايد، انا شايفه انه هي عم تحكي حقيقي وعن جد لازم تنزل في الوزن. ففيش إشي بيمشي لحاله، بينفعش كارديو لحاله، يعني ساعه كامله كارديو لصبيه يمكن بحياتها مش متمرني مش إشي هوين. فانا دائما بعمل كمان كارديو وكمان تنسيق جسم، مزيج من التمارين، وشوي شوي لما هي بتفوت على الجو تاع الرياضة طبعا تدريجيا، يعني بصير كمان أنا أجي أقول لها تعالي فوتي على البوكسينج بالأول. يعني البوكسينج هو معروف من أكتر أنواع الرياضة اللي ممكن تخسس بالوزن. واحد من فبقدرش أجي أقول لها روحي على البوكسينج، لا انا بجيبها لعندي على كم من تمرين اللي هو شوي رايق فيه كارديو عشان مراحل انتقاليه، مراحل انتقاليه لتوصل لعند جد شيء اسمه حرق. ومن هناك انا بنقولها كمان للتنسيق. يعني توصل للنسبه اللي هي بدي اياها اللي نزلت فيها، وبعدين بنصير اكثر نشتغل على التنسيق. فهذا واحد من الاشياء. صح. نشوف هيك فاتن بالنسبة للرياضة وما رياضة وجمباز. أول إشي هات نحكي إنه الجمباز مش هالقد رياضة مألوفة وشائعة ومتداولة بالذات هنا في وسطنا العربي. خلينا نقول احكي لنا أول إشي شو هي رياضة الجمباز؟ عارف كلمة بكلمة واحدة كثير صعب إني أنا أعرفها. معك المجال رياضة كله. الحلو برياضة الجمباز أول شغلة هي رياضة. هاي الرياضة هي نفسها بتشتغل على من ناحية جسمانية وكمان من ناحية نفسية. يعني بهاي الرياضة انت مش بس بتيجي بتعمل الرياضة وبس، وانما انت عمالة تبني قدرات اللي تساعدك تكوني مع ثقة بالنفس، ما تخافيش من اشياء اللي هي بتخوفك، لانه حتى بالجمباز ممكن يكون شغلات اللي ممكن تخوف، بس معك انت تتعلمي كيف تمرق هاي الصعوبات وهذا الخوف. بتعلمك كيف تثقي بنفسك بقدراتك، وايضا بترتب الجسم كيف حكت نيفا. اكيد اكيد بتخلي انه الجمباز بترتب الجسم، بتعطي له يوني، بتعطي عضلات، بتعطي خفه، بتعطي قوه، بتعطي كثير شغلات. فالحلو فيه انه مركب من، لو انا بدي اخذ كل العناصر اللي انا بدي اياها تكون عند الانسان من ناحيه صحيه يكون سليم، فانا كنت باخذ رياضه الجمباز لانه فيها كل الاشياء بالضم. تشتغل على الالبوريات، تشتغل على الليوني، تشتغل على القوه. هي عباره فاتن عن ايش؟ عن حركات. هي عباره عن تمارين رياضيه. شو الفرق بينها وبين الالعاب الثانيه اللي بنشوفها بالاولمبياده مثلا؟ يعني انا بشوف كثير كل هذا تحت غطاء أو مظلة جمباز، أو في تسميات مختلفة لكل رياضة. يعني مثلا في رياضة اللي فيها يعني بيجوا من مسافة وبيكون قدامهم زي حاجز معين وهن بقبصوا عنه، خفز الحواجز. هاي اسمها جمباز طلع. ولا إيش؟ خلينا نفهم لأنه عن جد يعني المصطلح جمباز مش كتير واضح. هات اقول لك اللي حكيتي انتو، اللي حكيتي عنه هو عمليا رياضه الركض وقفز عن الحواجز. هاي الرياضه نفسها بتيجي بتشتغل على شغلات معينه، على طاقه، على قوه، على سرعه، اللي هي تساعدك انه انت تنطي لمسافه عاليه. بس هي مش جمباز، هي مش جمباز. بس جمباز بضم هاي الرياضه. هاي الرياضه زي كره القدم.
كرة القدم هن بحاجة لشوية ليون عشان يقدروا طبعا يسددوا الهدف أو يستعملوا الإجرين، عشان برضو ما يصيرش عندن مشاكل ويصير عندن هات نقول خبط قوي فصار في عنده عضل اللي هي شوي بنقول بالمصطلح المزحة أو صار فيها ضرر معين، فهو بحاجة أنه كمان العضلات عنده تكون لينة، فهي كمان موجودة بالجمباز. يعني إذا أنا بأخذ كل الرياضات الموجودة، الجمباز بضم كل هاي الرياضات برياضة واحدة، بضم السرعة اللي بدك إياها بكرة القدم، بضم القفزة العالية اللي هي موجودة في كرة السلة، بضم البيلاتس، بضم كمان رياضة الجمباز الإيقاعي اللي هو تماما يختلف عن الجمباز الأجهزة اللي أنا مع نغام ونغمات أيوانات اللي بيشتغلوا فيه في الطابة أو في الشريط اللي بيستعملوا، فبضم الليون الجمباز كمان. فإذا أنا بتطلع على الرياضات الموجودة، الجمباز أخذ من كل رياضة إشي معين وحطه في نوع رياضة اللي سموه جمباز وهو جمباز الأجهزة. شكرا. عودا لك نيفا. نيفا أنت كتير بتمرني قلت الرياضات من شوي، صح؟ عددي لنا إياها هاي الرياضات، لأنه إحنا صراحة يعني مش كتير واضح، لأنه برضو مصطلح شو يعني رياضة وتنوع بالرياضات. يعني إحنا منروح نعمل شو اسمها الإيروبيكا مثلا، أنا بدخل بدورة إيروبيكا، هل مناسبة لي الإيروبيكا أو لا؟ ما بعرف. طيب خليني أبدأ من نقطة كتير كتير مهمة. اليوم لما أي إنسان أو أي شخص أو أي أنثى، مش مهم بغض النظر ذكر أو أنثى، وبده يروح على مركز رياضة وبده يعرف أنواع الرياضة، أصلاً ممنوع يفوت بدون ما يكون فاهم وعارف شو هي أنواع الرياضة الموجودة في هذا المركز. فقبل لما أنا بتيجي لعندي صبية تسجل، أول إشي بقول لها تعالي نقعد لجلسة، جلسة استشارية اللي فيها أنا بشرح مفصل واضح شو أنواع الرياضة. أنا ببدأ عندي من البيلاتس اللي هو بيلاتس تمارين زي ما حكت فاتن. كمان بيشتغل على الإيطالي، بيشتغل على اليوني، بيشتغل على شد العضلات، عضلات البطن، عضلات الظهر، بيشتغل على النفس كتير، وبيشتغل على النفسية كتير. هذا واحد. عملت دمج بين نوعين رياضة اللي ما كانش موجود طبعا بإسرائيل، بس موجود عندي، اللي هو كارديو مع بيلاتس. حلو. يعني 20 دقيقة اللي هو كارديو اللي هو بيشتغل على القلب والريات، كل ما يتعلق طبعا كل ما يتعلق بالقلب والريات، عشان يقدر يطلع الواحد على تلي وما يتعبش، يطلع على دراج وما يتعبش. فأنا عملت هذا الدمج بيناتن، وبعدين انتقلت للبيلاتس. هذا كان النوع الثاني، لأنه فوتت بالاستوديو أول ما فتحت، يعني بتذكر قبل سنتين وإشي، شفت إنه البنات بدو يزهقوا شوي صغيرة من البيلاتس، دغري عملت هذا النوع، لأنه أنا كنت قبل ما أروح أعمل تمرين البيلاتس أكون واقفة على على الهاليخون مثلا، أعمل تقريبا نص ساعة مشي أو ركض. فشفت إنه هذا الدمج جدا رائع وعن جد رائع. النوع الثالث اللي أنا بقوم فيه هو عبارة عن ثلاث أنواع رياضة أنا بقوم فيها: الستيب المدرجة، بعدين بنتقل كارديو عادي، وبعدين بنتقل لتنسيق جسم. هذا ثلاثة. في عنا البوكسينج طبعا اللي بقوم فيه شاب مش أنا، وطبعا عالم البوكس كتير حلو والصبايا كمان عم بتحبه كتير. في نوع اللي هو باور ترينينج اللي هو كوخ قوي، فهذا كتير مهم للأنثى، بس بنفعش تبدأ فيه بأول بداياتها بالتمارين الرياضية. لهيك أنا دايما بنصح أي صبية بتيجي أسبوع أسبوعين ثلاثة، شفت أنه عم بتقوم أصلا بالتمارين الرياضية كلياتها صح، ساعت أنا بوجهها أنه أوكي أنا إست مبسوطة، أنت جسمك عم بتشتشت، قادرة تقوم في كل العمليات الرياضية، نقدر ننتقل. الحلو اللي عندي هي بتقدر تجرب كل أنواع الرياضة. يعني بتيجي 3-4 أيام في الأسبوع، يعني بتقدر تعمل 4 تمارين مختلفة. بس أنا بقول لو بنصحها تدريجيا حسب أهدافها. النوع اللي بعدين مثلا التي آر إكس والحبال، تمرين كتير رائع كتير اللي بالحبال. الحبال المطاطية لا بتاتا لا. هو حبل بيجي بتعلق مثلا بالحدايات ومع التين اللي بيشتغل على وزنك انت، بقوة وزنك احنا بنعمل التمرين. تمرين رائع بنشتغل فيه من الراس للإجرين، يعني ما فيش يعني ساعة احنا بنشتغل على تنسيق جسم مع قوة مع كارديو. انا بعمل هذا الدمج الثلاثي، تمرين نار. شو في بعد؟ إنه كتير عندي أنواع رياضة. بكفي يعني أنت حكيت عن ثلاث أنواع يمكن هن الأهم والأكثر يعني رواج عندك موجودات. فاتن، سمات ومقومات وصفات يعني الشخص الذي يهوى رياضة الجمباز، شو هي؟ شو الصفات لازم تتوفر فيه؟ قبل ما أحكي عن الصفات أحكي عن جيل. الفرق بين الجمباز، رياضة الجمباز، وبين أنواع الرياضات الباقية إنه رياضة الجمباز مجبورة تبلش من جيل صغير. يعني بدي أكون أنا رح أتعلم. الجيل المثالي إيش هو فاتن؟ أنو جيل؟ أعطينا رقم.
أربع خمس سنين بتكون تشتغلي معاها على أساس ألعاب داخلين طبعا لأنه بهذا الجيل بدنا الإشي أكثر يكون مثير للاهتمام إنه بدنا حركة وبدنا نط وبدنا لعبة. هذا الجيل اللي بدنا تفوتك وأنت تتدرب وأنت بهذا الجيل أكيد شو يعني كنت تروح بحماس. هذا أقولك شو أنا بتذكر إنه كان أمي أو أبوي يكونوا معي لأن أنا بلشت في مسقف وكانت اللغة غادي اللغة المحكية كانت عبراني وطبعا أنا ما كنتش أعرف عبراني بهذا الجيل بلشت من جيل 4 سنين ونص فبتذكر إنه أهلي كانوا يحطوني كانوا يعطوني دعم يأشروا لي يشرحوا لي بتعرفي فهاي شغلات أنا بتذكرها يعني هاي شغلات اللي بتنتساش زي ما بقولوا لأنه يعني شغلي اللي أثرت على حياتي. شو هي واحدة بالصفات اللي كانت فيك اللي هي يعني إجت بتلائم هاي الرياضة أنت كفاتن؟ قبل ما نرجع نحكي شو هي الصفات الموجودة لازم تكون عند الأشخاص اللي بهوا هاي الرياضة أنت كفاتن شو حسيتي فيك صفة ملائمة لهاي الرياضة؟ أنا الصراحة بهيك جيل أنا ما كنتش حاسة أنا اللي منيح إنه أمي وأبوي اليوم بعد تقييم قبل إذا بطلع قبل أمي وأبوي هن اللي حسوا فالإشي يعني اللي أنا عمالي هقول إنه من ناحية اللياقة من ناحية متطلبات الجمباز من ناحية بدنية كانت موجودة عندي. يعني كان عندي ليوني كان عندي قوة كان في عنا إشي اسمه تنسيق حركي اللي بيستعملوا له باللغة الثانية بيستعملوه كورديناتسيا فالتنسيق الحركي جدا جدا مهم. شو يعني تنسيق حركي؟ إني أقدر أعمل أكثر من حركة نفس الوقت من دون ما أخربط أنا وأعمل الحركة صح فمن هون أجى الإشي. غير الجيل إذا بنيجي مثلا على الصفات اللي لازم تكون عند لعب الجمباز بالجمباز اللعبات اللي بيكونوا طوال بيكون كثير صعب عليهم في رياضة الجمباز يعني المحبذ أنه لعبة الجمباز ما تكونش كثير طويلة أنه يكون عندها ليوني مبنى الجسم وتقسيم الجسم كمان كثير مهم. ليه؟ في شغلات اللي إحنا بنطلع عليها ككفة الإجر هل كفة الإجر عريضة ولا لا؟ كفة الإيد عريضة ولا لا؟ ليه؟ لأنه هاي بتتعلق بالتوازن. إذا أنا بدي يكون إنسان عنده توازن أكبر كل ما كان عنده سطح التلامس مع الأرض أكبر فإذا أنا الإجر بتكون كثير صغيرة هاي راح يأثر عليها هتنقول على جهاز العارضة. إذا كانت البنت كثير طويلة ممكن ساعتها نعطيها تمارين اللي هي مختلفة عن البنت اللي هي صغيرة مش صغيرة إنه قصيرة فكل شغلة بالجسم تبع لعبة الجمباز لقدام في مراحل متطورة بتصير المدربة توجه كل لعبة لوين مناسب لإلها. صحيح بالآخر إحنا بدنا لعبة الجمباز تعمل على التمرين الأرضي حصان القفز المتوازيين العارضة بس بنفس هذا الجهاز ممكن المدربة تلاقي شغلات معينة المناسبة لهاي اللعبة أكثر من هاي اللعبة يعني كل واحدة شو مناسب لإلها. نيفا فاتن حكت على يعني مقاطع بالجسد اللي هي أعضاء اللي هي بتميز الشخص اللي ملائم لمهنة الجمباز. عندك المتدربات اللي بيجوكي أي أكتر منطقة بالجسم بركزوا عليها بيجوا بيقولوا لك إحنا بدنا إنه يصير تخسيس في هاي المنطقة. طلعي كل النساء العربيات أول ما بوصلوا لعندي نيفا بطن لا المناطق اللي كتير يعني عن جد يمكن أثر الولادة برضو يعني أثر الولادة طبعا واحد من ومبنى جسم كمان بس واحد من الأشياء اللي أنا عن جد أركز عليها دايما بكل تمرين أنا بمرره عندي ربع ساعة لتلت ساعة آخر إشي بطن بس منطقة الأرداف كتير مطلوبة منطقة الإيدين وشد الإيدين إحنا بنعرف إنه مع السمن الزايدة ممكن هاي المنطقة كلياتها عنا تصير فيها ترهلات فإحنا كمان هاي كتير مشتغل عليها. أنا طبعا بشتغل من الراس للإجرين هن بردش عليهم بس إنه في مناطق اللي بتنطلب دايما. إيش أصعب تمرين بتحس النساء صعب هيك بتطلعي لوحدي مش متدربة من وإجت بدها تلاقي أكتر إشي صعوبة في الكارديو اللي هي كل إشي اللي بخص القلب شوي بتتعود تمارين البطن مش هويني بعدين طلع كل تمرين هو حسب درجات الصعوبة تاعته وحسب المدرب إذا هل هو شاطر بصير الشيء تيجي عندك متدربة ومن أولة ما ترجعش يعني تقدر تعطي تمرين تهتري فيه وما ترجعش فطبعا تدريجي كل إشي ونرجع هاي بدي أقول أوصلها لكل المستمعين والمشاهدين فيش إشي اسمه صعب كل إشي بيبدأ شوي صعب بعدين بصير هوين فكله بيقدر لما أنا بقدر معناته كل حدا بيقدر. أنا معني بصراحة اللي أنا بحسه أنه الحلو بالرياضة أنه عن جد بتحس فيه بالبداية الصعوبة بس كل ما أنت تمرنت عليها أكثر بصير اللي كان صعب صار هوين فعمليا أنت بتعلي درجة صعوبة التمرين وهذا هو التقدم. هذا بس الحلو بس تحكي لنا فاتن هيك آخر إشي وين أنت بتدربي
وشو الإنجازات اللي حصلت عليها بالتدريبات مع الفرق اللي موجود اليوم تحت قيادتك وتدريبك؟ لا قبل سنتين أنا كنت أشتغل في منتخب، كان عندي منتخب في مسقف، كان عندي كل الدرجات الموجودة، كنا نروح على مباريات، طبعا كان عندي طلباتي كان الفوز، وهذا إشي كثير حلو. مسابقات محلية أو كنتوا لا مسابقات محلية اللي هي هنا في الدولة. بعدين فتحت لي دورات في سخنين، عندي طلبات وطلاب، مش بس طلبات يعني عندي إناث وذكور اللي كانوا موجودين في الفرق عندي. طبعا بسبب الكورونا هاي السنة ما كانش فيه، لأنه يعني أول إشي بهمني أنا صحة طلابي. يعني قبل ما أنا بتعرفي بدي أجي وبدي أشتغل بدي أعلمهم وبدي أقدمهم، أول إشي صحتهم وسلامتهم، فقررنا أنه هاي السنة ما يكونش، بس إن شاء الله عن قريب يعني زي ما بقولوا رح نرجع. بالنسبة لإنجازاتي أنا كنت في منتخب إسرائيل، بلش مشواري من جيل 4 سنين ونص، كنت أتمرن في مسقف، كان عندي 6 تمارين في الأسبوع، كل تمرين 4 ساعات. بعدين المدرب تبعي طلب أني أنتقل معاه على كريات بيالك، في كريات بيالك كان عندي المينيموم 6 تمارين في الأسبوع لا 12 تمرين في الأسبوع، يعني كنا نوصل أنه مرات مجبورة أغيب عن المدرسة أتمرن 4 ساعات، عنا 2 ساعتين استراحة، نتحمم نأكل نرتاح كمان 4 ساعات، نخلص يعني حوالي الساعة تقريبا 9، ثاني يوم نفس الشيء. وهيك كان لي هات نقول حصلت على كتير جوائز. أكثر إشي كان عندي في التمرين الأرضي، كنت بطلة إسرائيل فيه، كان عندي كمان فوز كتير في العارضة وفي حصان القفز، فكل بتعرفي كل مباراة كان في لي فوز معين فيها. وأنا بحب أشكر مش بس إمي وأبوي، أول ناس بشكرين إمي وأبوي، وبحب زيادة أشكر طبعاً العائلة، لأنه إذا أنا ما كانش إلي دعم من خواتي إخوتي، إنه كانوا مرات يعني أوكي إنه في عيد في هيك إحنا مش رح نقدر نروح له، في على فاتن تدريب، اليوم بدنا نأكل هيك لا اليوم بدنا نأكل هيك، ليش؟ لأنه فاتن بكرة عنده مباراة ففي نظام أكل معين. فبتشكر عن جد للدعم من إخوتي وخواتي وإمي وأبوي، لأنه لولاهن أنا ما وصلتش لهون، لولاهن أنا الشخصية تبعتي ما كانتش زي ما هي مبنية اليوم. واحد هاي الشغلات اللي أنا عمالي أخدها للمدرسة. فزي ما في عالم الرياضة أنت بتشوفي كيف بدك تشجع الولد يكون عنده ثقة في النفس، كيف يحاول يشوف إنه في حاجز قدامه وقدراته بتسمح له بس هو مش شايف هذا الإشي، تحاول تبيني له إنه أوكي أنت بتقدر، تعال أنا بساعدك. فنفس الشيء أنا بستغل هاي القدرات اللي أخذتها أنا من البيت، من التربية تبعتي، وكمان يعني من تربية أمي وأبوي والبيت، والتربية كمان اللي أخذتها من الرياضة نفسها، وبحاول إني كمان أستعملها في مجال التعليم في مجال التربية. رائع. وهي بالرغم من إنها غابت فاتن كتير عن المدرسة، إلا إنه بالنهاية هي يعني عندنا خريجة دور معلمين بعتقد، وأنت اليوم مدرسة مزبوط. فكل الاحترام، ويعني عن جد يعني يفتخر في هيك أهل اللي هن بالرغم من الغيابات اللي حكيت عنها المتكررة والدائمة، إلا إنه بالنهاية يعني كان عندك هذا التوازن ما بين دراستك وما بين الرياضة اللي أكيد. هي شغفك أكيد. وأنا كتير بشكركم عن جد يعني شكرا يعني البرنامج يعني لابد انها تكون. رح ننتقل اسا بعد لحظة لوجدي نشوف شو بالمطبخ عمل، فيسلموا. شكرا لكم كثير. شكرا لكم. شكرا. وهات نشوف يا وجدي، يلا وين صرنا مع كعكتنا؟ صرنا جاهز الكعكة بس بدنا نركبها. لا هاي هي البوزة التركية، البوزة التركية اللي متواجدة بكل المحلات بيقدر الواحد يحصل عليها. هاي الطبقة الاولى اللي عبارة عن حليب وكريمة سائلة وسكر وفانيل مع ماء الزهر. والمركيف اللي بخليها هي تجمد هو السميد. السميد لأنه سميد بمتص السوائل الموجودة. السميد هو اللي وظيفته أنه يجمد كل السوائل اللي موجودة بالطبقة الأولى. وإن الطبقة الثانية اللي هي مكونة من قطر وبسكوت اللوتوس المطحون مع فستق الحلب المطحون. هدول بدك تحطهم على الوجه؟ بدنا نحطها على الوجه. طبعا هي السحامي على الوجه شوي بردت بس صح. هي حامي، انا حبيت اقدمها بهي الطريقه حامي مش بارده كيف مألوف. مش بارده كيف مألوف، وبنحط عليها البوظه البارده فطعمه الحم ما البارده اسا بتذوق. اسا بدنا نحط الطبقه الثانيه. يعني هناك بيحكوا على رياضة وعلى ياقة وعلى نمط صحي وعلى تنسيق وتهذيب جسم، وهنا بيحكوا
بحكي لنا على اكل شهي وعلى حلويات، يعني مرات هيك بنكسر وبنجبر ونعدل الامور. بنوعدكم هيك بفقره من الفقرات انه نعملنا وجبه تكون صحيه اكثر. لا يعني هو يعني فيش شخص اللي دائما بيمشي على نظام صحي كل الوقت، الا ما يعني يكون عنده مثلا كل جمعه يكسرها يدوخها للرياضه للدييتا. مش غلط. طيب حطينا الطبقه الثانيه، هسه بدنا نحط الطبقه الثالثه اللي هي البوزه التركيه أخيري. هي فيها يمكن بعتقد شو اسمه المستكة، فيها المستكة وفيها مصنوعه هي من حليب المعزه. طبعا حليب المعزه أزكى حليب وافيد حليب بالضبط. يعني في إشي فايد اليوم بالنسبه انه حلو. بعد هيك رح منقسمها احنا. لا هي بتتاكل هيك. بتتاكل بالزلفه. بالزلفه في شيء. حلو حلو. بضل عندنا التاتش الاخير، يلا نحط الفستق حلبي وهيك بنكون وصلنا وحصلنا على طبقنا. بنصحكم تجربوها الحلو كثير زاكي عن جد يا جماعه، انه شهي وزاكي. طيب مشاهدينا احنا بنتشكركم على مشاهدتكم لحلقتنا الرائعه والمميزه، ودائما لمسات وجدي الشهيه والنكهات الطيبه. شكرا لضيوفنا، ضيفتنا نيفا وضيفتنا فاتن اللي شرفونا بهالحلقه. صباح الخيرات والانوار كلها. لا تنسوا تعملوا لنا شير، وباي باي.